أسس الصندوق العالمي للطبيعة منذ سنة 1960 بمدينة غلان بسويسرا، وكان الهدف الأساسي من إنشائه هو المحافظة على المنظومات البيئية، حماية الطبيعة، وإيجاد إطار تعايش سليم بين الإنسان والطبيعة. ومنذ سنة 2013 تم تأسيس مكتب شمال إفريقيا، أي تونس والمغرب والجزائر، والذي يشتغل حاليا على مشروع الإدماج الفعلي لمقاربة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية لدول شمال إفريقيا، تونس والمغرب والجزائر. هذا المشروع اللي جاء نتيجة للانتهاكات الكبيرة التي شهدت ولوحظت على المناطق الساحلية بدول المتوسط، وخاصة منها تونس والمغرب والجزائر. عديد الانتهاكات المتمثلة أساسا بالصيد العشوائي بهذه المناطق، البناء الفوضوي، الانتهاكات على المناطق الطبيعية منها الغابات وأيضا المناطق الرطبة. خلى صندوق الشراكة البيئية الحرجة CEPF يخمم في إنشاء المشروع هذايا وبعث المشروع هذايا. المشروع هو مشروع نموذجي، تم اختيار ثلاثة مناطق، تم اختيار منطقة غار الملح بتونس، تم اختيار منطقة قرباس بالجزائر، وتم اختيار منطقة مولوية بالمغرب. المناطق هذه الثلاثة لها وجه شبه، هي مناطق رمسار، هي مناطق رطبة، هي مناطق ساحلية، هي أيضا تعاني من الانتهاكات البيئية. الهدف الأساسي من إنشاء هذا المشروع هو دعم الحوار بين الأطراف الحكومية والأطراف الخاصة، وخاصة منها منظمة المجتمع المدني. كان أنه منذ إحداث الوكالة سنة 95 وحسب ما ينص عليه الفصل الأول، أنه من ركائز سياسة متكاملة وواضحة لتصرف المندمج في شريط الساحل في إطار المشروع هذايا اللي هو تقوم به ولا يشرف عليه مولو الصندوق العالمي للطبيعة، أنه يصير تمرين في منطقة محددة نشوف فيها كيفية تدخل الأطراف المعنية الكل في التصرف في الشريط الساحلي، سواء كانوا سلطات مركزية، إدارات، وزارات، أو سلطات محلية، متدخلين، مواطنين، ومجتمع مدني. غار ملح برغم اللي هي مصنفة منطقة ذات أهمية عالمية حكم معناها تواجدها في إطار الاتفاقية العالمية رمسار لحماية المناطق الرطبة، إلا أنه نلقاو برشة تجاوزات حاصلة في حدودها معناها الجغرافية، بالأخص المشاكل هذه حاصلة في منطقة شط سيدي علي المكي. لهنا نحكيو على ثلاثة حاجات، نحكيو على البناء الفوضوي، المشكلة الثانية اللي السبخة اللي مجاورة لشط نتاع سيدي علي المكي، الناس قاعدة تردم فيها وقاعدة تقسم فيها معناها اون ديغي دي لوتيسمون معناها وتبيع فيها ديلو. معناتها ملي عملوا البرد فهمتني تقلبت البيئة بطريقة غريبة. كيفاش معناتها الطريقة الغريبة؟ معناتها يلزم البغاز القديم نقولوا احنا يتحل والبغاز هذا يتسكر، وترجع نقولوا احنا البحيرة ما كانش يراو البحيرة باش توفر، يوفى الشط هذاك نتا شط الحي، يوفى شط الحي ويدخل البحر الكبير حتى لين يولي يضرب في البلاد. قمنا بإعداد دراسات على مستوى المنطقة الساحلية، دراسة ثانية دراسة القطاعات الاستراتيجية التي تهتم بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والدراسة الثالثة هي تحديد المتدخلين في هذه المناطق الساحلة. ثلاثة دراسات تم إعدادهم على مستوى تونس والجزائر. العنصر الثاني يتمثل في المساهمة في دعم مقاربة الجيسك في مناطق المشروع، ولهنا تم إعداد برنامج تكوين ودعم قدرات المؤسسات المشاركة في المشروع. Pour nous, ce projet va nous permettre, en tant que direction générale des forêts,
de protéger les forêts qui se trouvent à proximité du littoral, notamment dans la zone du projet El Marsa et Ben Azouz. Ces deux sites se trouvent également dans le complexe de zones humides de Gerbez Sanhaja, qui est un site classé d'importance internationale sur la liste Ramsar des zones humides. C'est-à-dire que ce projet va nous appuyer pour la mise en œuvre du plan de gestion qui a été élaboré pour ce complexe, un plan de gestion intégré. Également une étude socio-économique qui a été élaborée dans le cadre du plan de gestion. Et à travers le projet aussi, nous pensons que ce projet va nous appuyer pour la mise en œuvre de tous ces études et projets qui existent au niveau de la région. C'est un outil qui va nous garantir une préservation de cette zone-là, tout en l'exploitant de manière durable et équitable, afin de bénéficier pour la région, pour la population de la région et pour pourquoi pas toute l'Algérie et toute la côte algérienne. حقيقة التدبير المندمج للمناطق الساحلية بصفة عامة كتسميوها أنتم المناطق الساحلية كنسميوها الملك العمومي البحري لأنه هو تسمية نقولوا كونساكري يعني لهذا الساحل هذا حنا هذا الشيء كنقوموا به يعني بغض النظر على هذه المسألة هذه ولكن هو رافد من هذا الروافد اللي كان يعني الطريقة ديال الاستغلال ديالنا الملك العمومي البحري ما يمكن إلا نستغلوا هذا الملك بطريقة مندمجة. بالنسبة للتجربة ديال كابنادور كانت تجربة فريدة من نوعها حيث لأول مرة كان خدم في إطار المشروع في إطار تطبيق مبدأ اللوجيسك جيستيون انتيغري دي زون كوتيير في المنطقة ديال النادور. استفدت منها بزاف ديال التجربة، استفدت منها طريقة التعامل مع الآخر، طريقة التعامل مع الإدارة، طريقة التعامل مع المواطن، ثم الأساس من ذلك هو طريقة التدخل من أجل تدبير شؤون المناطق الساحلية، خاصة أن المنطقة ديالنا ديال الريف سواء بحيرة مارشيكا أو منطقة المدرات الثلاث أو بحيرة أو جماعة بودينار هي من المناطق اللي كانت مازال مناطق فريدة، مناطق اللي مازال ما عرفتش تدخل بشري. إضافة إلى برنامج توعية للمجتمع المحلي في مناطق المشروع وأيضا إعداد دليل توجيهي يعنى بالجيسك في دول المغرب العربي. أما العنصر الثالث في المشروع قمنا من خلاله تأسيس شبكة مغاربية للإدارة المتكاملة في المناطق الساحلية. La JISC se fait pas sans ce cocktail d'acteurs, qui soit privé, public. Le soutien politique est fondamental. Et encore une fois, on a besoin de regrouper les forces en place. On est heureux d'avoir ici le VVF Afrique du Nord qui porte la voix plus haut des associations qui n'ont pas forcément ni conscience de faire de la JISC, ni la possibilité de faire entendre et de voir ce qu'elles font. Et on a bon espoir, nous, de poursuivre ces partenariats, à la fois en allant chercher des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, on va les chercher comment? On va les chercher en construisant des programmes qui se basent sur des stratégies nationales ou des plans ou des programmes de gestion intégrée où on définit des actions pour lesquelles on va chercher des financements qui vont nous permettre ensuite de mettre en œuvre ces actions. ثم من خلال هذه الورشة تم أيضا إعداد مخطط عمل لهذه الشبكة. والعنصر الرابع من مشروع جيسك يتمثل في تعبئة الفاعلين في المشروع من أجل دفع والمصادقة على بروتوكول مدريد. ديما نذكر لهذا البروتوكول اللي تم إنشاؤه منذ سنة 2008 تونس والجزائر لم يصادقا على غرار المغرب اللي صادقت منذ سنة 2013. فما ضغط كبير ياسر على مجلس نواب الشعب في المصادقة على عدة قوانين، إن شاء الله نصادقوا على بروتوكول مدريد. من أهم الأنشطة التي تم
تنظيمها في هذا الإطار، دراسة حول النصوص القانونية والترتيبية التي تعنى بالتصرف في المناطق الساحلية، وأيضا تم تنظيم ورشة إقليمية، ورشة تشمل تونس والمغرب والجزائر في تونس من 20 إلى 22 ديسمبر الفارط، وتم خلال هذه الورشة عرض نتائج هذه الدراسة ومناقشتها، إضافة إلى عرض الدليل الذي تم إعداده في الدراسة. كذلك تم إعداد مخطط من أجل التعبئة، هذا المخطط سيتم تفعيله في الأشهر القادمة. النتائج التي توصلنا لها اليوم بفضل مجهودات كل المشاركين، خاصة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، تتمثل 5 دراسات على مستوى تونس والمغرب والجزائر. الدراسات هي كانت حول تحديد المشاركين، تحديد مناطق المشروع، دراسة حول قطاعات الاستراتيجية التي تتدخل في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل مناطق المشروع، وأيضا دراسة حول النصوص القانونية والنصوص الترتيبية التي تهم التصرف في المناطق الساحلية. أيضا تم تشريك أكثر من 400 مشارك في هذا الحوار، شاركوا في الدورات التكوينية، شاركوا أيضا في الاجتماعات، شاركوا أيضا في الدورات التوعوية. تم أيضا مشاركة أكثر من 100 مؤسسة في هذا الحوار، مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع المدني في تونس والمغرب والجزائر. تم إعداد دليل مغاربي حول التصرف، حول الإدارة المتكاملة المناطق الساحلية بكل من المغرب والجزائر وتونس، وخلال هذا الدليل سيتم عرض هذا المشروع النموذجي منطقة قرباس، منطقة غار ملح، ومنطقة الناظور. كذلك تم تأسيس شبكة مغاربية لحماية وتنمية السواحل، هذه الشبكة تضم حاليا 9 منظمات مجتمع مدني من تونس والمغرب والجزائر، وتم إعداد مخطط لهذه الشبكة، إضافة إلى إعداد مخطط من أجل التعبئة لتفعيل بروتوكول مدريد. ومن بين النتائج الهامة اللي حققها المشروع، مشاركة الهامة لي عدد كبير من وسائل الإعلام اللي قاموا بتغطية أهم الأنشطة اللي قمنا بها، سواء على مستوى تونس أو على مستوى المغرب أو على مستوى الجزائر. أيضا دورات التكوينية أو الخرجات الميدانية التي قمنا بها، ولهنا نحب نشكر كل الوسائل اللي عملت معنا، واللي خاصة الوسائل هذه اللي عندها الحس والوعي البيئي بأهمية المحافظة على مناطقنا الساحلية، أهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية. سنة تنفيذ مشروع بهذه القيمة هي غير كافية، نود أن المشروع يأخذ بعد آخر واللي بعد وطني، مشروع نموذجي، مشروع حرق العادة. ونشكركم، نحب نقدم معاكم، ومهم جدا، وإحنا اليوم عندنا حتى طلبات، أنا اليوم أوليه المشروع متاعكم خلق لي طلبات من جهات أخرى. يتعمم مشروع على جل المناطق الساحلية بدول شمال أفريقيا، المغرب والجزائر وتونس. أيضا نأمل أن تتم المصادقة على بروتوكول مدريد من طرف تونس والجزائر على غرار المغرب، وأيضا هذا الكل يكون في مصلحة البحر المتوسط.